ابن جهاز الرياضة لقطن المسلح البطل الأولمبي محمد إبراهيم السيد كيشو. بسم الله الرحمن الرحيم. لاعب الركن الأحمر مع السعودية، البطل الدولي كيشو، بطل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو، ثالث دورة الألعاب الأولمبية، بطل عالم تحت 23 سنة، أعظم لاعب مصارع في مصر، الأسطورة المصرية، ربنا رب يسترها. كان في إصابة بالبطولة والبطل محمد إبراهيم السيد كيشو، لاعب بيلعب وهو مصاب، ابن جهاز الرياضة القوات المسلحة، ابن نادي المؤسسة الرياضية، ابن مشروع إعداد البطل الأولمبي، الأمل الوحيد إحراز ميدالية أولمبية. تحت رعاية جهاز الرياضة للقوات المسلحة، أقوى نادي المؤسسة الرياضية في الإسكندرية. بسم الله ما شاء الله عليك يا بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله. هنخلص بقى إن شاء الله، هنخلص 4 بوينت. يلا هشيل وخلص، هشيل وخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، هيخلص على موتك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله عليك. رقم 4 بوينت، 4-0 للاعب الركن الاحمر محمد ابراهيم السيد كيشو، اعظم مصارع في مصر، ابن جهاز الرياضه للقوات المسلحه، مشروع الرياضه البطل الاولمبي اللي امل بتحقيق ميداليه اولمبيه، ابن نادي المؤسسه الرياضيه كيشو. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاعك كان مصاب قبل البطوله، عودة حميدة يا كيشو إن شاء الله. لاعب السعودية، لاعب قوي كيشو إن شاء الله رب العالمين. بيشارك في ميزان 72 كيلو، أعلى من ميزانه. 4-0. يلا هي 5.